طبعا الآية دي برضو بيجيبوها دعاة الضلالة شبهة، لكن ربنا قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. ولك شايف؟ والعتبي كما جاء في الروايات يعني مشى قال نام وشاف أعرابي كان عنده هم، الأعرابي جاءوا في النوم وقال له عندك الرسول أمشي له وكذا، ومشى للقبر واستغاث بالرسول وربنا غفر له إلى آخر. والعتبي حكايته دي باطلة، والعتبي مجهول والإسناد بتاعه معضل كما قال العلماء، دي حكاية بتاعت منام ما بياخدوا منه دين، والشافه في المنام مجهول، دي حكاية من مجهول شافه في منام، والشافه في المنام مجهول، والإسناد معضل، يعني فيه نفرين ما في شين، نفرين معضل، وسمي المعضل معضلا لأنه أعضل من بعده أن يصل إلى من فوقه، يعني أعيا، الإعضال هو الإعياء. فكيف تستدل بكلام زيد؟ لكن هنا الآية بتتكلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه إنسان وقع منه ذنب يستغفر الله ويمشي للرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه إنه يستغفر له والله ما فيها مشكلة، كما حصل في غزوة تبوك، إنه المنافقين لأنه كانوا يعلمون الحكم ده حكم جاري مشوا كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا إنه يستغفر لهم والرسول يستغفر لهم. ما الغلط إنه الرسول يستغفر لهم؟ الغلط إنهم شنو؟ كذابين، إنهم ما عندهم عذر. لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ده شنو؟ ده ما غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من بعض الخصومة ثم ندم العمران وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا ما فيه مشكلة، لكن ما فيه دعاء الرسول، وما فيه إنه يقولوا استغفر رسول الله، استغفر رسول الله، لا لا لا، فيه استغفار منه الرسول للمؤمن عند الله سبحانه وتعالى.